في بعض الأحيان يتعرض أفضل اللاعبين في العالم لمواقف لا يحسدون عليها أبداً، فيتم بسهولة بقطع الكرة منهم أو مراوغتهم بطريقة محترفة، والأسوأ أن يتم تمرير الكرة من بين أقدامهم وهم يقفون دون صد أو رد، وفي المقابل وبطريقة ساحرة يراوغون اللاعبين الأفضل في العالم على طريقتهم الخاصة. في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم بعضا من هذه المواقف المحرجة التي يتعرض لها اللاعبون الكبار والعكس. ونحن هنا مع إبرا زلاتان إبراهيموفيتش. واللاعب كواكي لم يستطع فعل شيء أمام كريستيانو رونالدو، وسون هيونغ مين يفسح طريقه أمام فان دايك ليحرز هدفا رائعا، وفيرمينيو يبدع على طريقته، سيطرة ولا أروع هنا. ونيمار لم يقدر على فعل شيء أمام هذا اللاعب، وميسي بسهولة تامة يمرر الكرة من بين أقدام أوسكار بلانو، ومارسيلو يضع داني ألفيش في موقف محرج، تمرير سريع هنا، وميسي كعادته يسيطر على الكرة ويشل حركة الخصم، وكريستيانو رونالدو يعبر خصمه بسهولة ومعه الكرة، ودي ماريا يبدع هنا في مراوغته، أما نيمار يخضع اللاعبين كعادته، والسيطرة هنا على الكرة 10/10، فشل الخصم هنا في قطع الكرة ليكمل اللاعب هنا الطريقة، مراوغة ولا أروع هنا أمام المرمى، وهيغوين يتلاعب بثنائي روما، مراوغة ولا أروع تضع هذين اللاعبين في موقف لا يحسدون عليه، ومن وسط لاعبين لاذ هنا اللاعب بالفرار بالكرة، الأهم من المراوغة هو تثبيت الخصم، وكريستيانو رونالدو يفعل شيئا ليس للوصف وإنما للمشاهدة، إنما مودريتش يراوغ بطريقة خيالية ساحرة،
وكافاني تمكن بحرفية من قطع الكرة من نيمار. أعزائنا متابعي قناة متع عقلك رياضة، أخبرونا عن تقييمكم للفيديو وما أفضل لقطة بالنسبة لكم، مع العلم أن أفضل تعليق سوف يتم نشره في الفيديو القادم، ودمتم بخير.